هيبدأ من بعد المسامير، من بعد التمرين بتاع المسامير. هتلاقي أول حاجة عندك مكتوبة بولي براكت واحد. هو للأسف هو بيجلد الكتاب لخبط الصفح. هنقول الصفح بتاع البولي براكت واحد. يلا جبناه مع بعض. أهو. بعد المسامير هتلاقي فيه ورقة مكتوب عليها بولي براكت واحد. ده جبنا التمرين اللي فان ده ابو زعبوط اللي بيتكلم. جبنا التمرين ولا لسه؟ بصينا فيه. اول ورقه في البول براكت واحد. اول ورقه بيديك فيها راس التمرين بيقول لك بول براكت، هتقرا رده الدباجه دي وهتفهمها. فايده البولي، فايده البوليز بشكل مباشر في الميكانيكا انها بتشيل سيول. تشيل مين؟ السيور اللي بتستخدم في نقل الحركه من اكس لاكس. ممكن المسافه تطول او تقصر. والفائده الاساسيه للسيور انها بتستخدم في اللونج ديستانس عشان اركب ترس او مجموعه ترس من هنا لاخر المدرج تكلفني 3 4 مليون. انما لو ركبتها في بولي وسير زي بتاع الجرار والدراسه. الدراسه بتبقى بينه وبين الجرار 5 6 متر. صح؟ ده كله ببلاش. كلام فارغ يعني بالنسبه للتكلفه. صح؟ انما عشان اعمل المسافه دي كلها تروس تكلفني كتير. فالفائده الاساسيه للبوليس انها بتشيل السيور اللي بتستخدم لنقل الحركه. في بعض البوليس بتستخدم كشداد. كشداد يعني ايه؟ يعني عندي طنبوره اهي وطنبوره اهي وماشي عليهم سير. السير ده بيرخي. انا عاوز السير ده انا ماسك على الطنابير، فباجي في النص بين الطنبورتين دول واقوم حاطط طنبوره هنا ثالثه كده. الطنبوره دي عباره عن اسطوانه. اسطوانه بمنتهى البساطه بتتشال على اكس. الاكس ده متثبت على قاعده. السير بيلف والطنبوره بتلف معاه، كل ما ارفع الطنبوره تشد السير. تخيلنا، تخيلنا الوظيفه العامه بتاعت الطنابير عامله ازاي؟ في منها اكتر من موديل بقى. في منها اكتر من ايه؟ من موديل. اول موديل عندنا اللي هو الموجود قدامنا ده وهشرحه لك بالتفصيل، مطلوب في التمرين بتاع النهارده نرسم ثلاث مساق. بص كده على المطاليب اللي تحت. مطلوب ترسم سيكشنال اليفيجن، كومبليت سايد فيو، كومبليت بلان. التيبل اللي تحت ده التيبل بتاع البارتس بيعرفك كل بارت اسمه ايه، متصنع من ايه، والعدد منه كام. بارت نمبر، بارت نمبر ده رقم البارت. معلش بس نعم صفحه ماشي كده مظبوط كده، كلنا بنشتغل بالصفحه دي، كلنا مع بعض هنا. ها كلنا مع بعض كده. اكمل. التيبل الموجود عندك في الصفحه اللي مكتوب عليها 1-5 من تحت ده التيبل بتاع البارتس. بارت نمبر معناه رقم البارت على التجميع، رقم البارت على التجميع. يعني عندك بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 وبارت 4 وبارت 5 لحد التيبل ما بيقوم. ديسكريبشن ده الاسم بتاعه. الريت نمبر، الريت نمبر معناه عدد تكرار. يعني في التجميع هيبقى فيه كام حته من نفس الجزء ده. يعني لو عندي مسمار مثلا ممكن اقول لك الريت نمبر بتاعه 5، يعني احتاج من نفس المقاس ده 5 مسامير. هحتاج من القطعه دي 3 حتت. الريت نمبر يعني عدد مرات تكرار. ماشي يا شباب؟ طيب ماتيريال، دي الماتيريال اللي متصنع منها البار. اول بارت عندي بيقول لي البراكت اللي هو الحامل اللي هيشيل البولي، مصنع من جي جي اللي هي الكاست اير، من جري كاست اير 24. ده الكود بتاعه في الماتيريال. جي جي يعني كاست اير، جري كاست اير. تمام ماشي كده. البراكت شكله عامل ازاي؟ قبل ما تبدا التجميع لازم تتخيل كل جزء كانك بتعمل استنتاج مسقط ثالث اللي كنا بناخده فين؟ في اعداد. بيقول لي البراكت ده مديني فيه ثلاث مسارات، اول مسقط عامل كده يديني فيه اثنين والثالث ملوش حته لازمه عندي، يديني مسقطين اهو. بص واحد عامل كده كده كاتب لي هنا باي 17 صح؟ الكلام بتاع الكلام ده عامل كده.
كان هذا الجسم عندي ثلاث قواعد بتوع التخيل اللي انت اتعلمتهم في اعدادي، اكتبهم ورايا تاني وهراجعهم مع بعض. كل نقطه في مسقط تكتب يا عسل، كل نقطه في مسقط قواعد التخيل، كل نقطه في مسقط عباره عن خط في المسقطين الاخرين. كل نقطة في مسقط عبارة عن خط في المسقطين الآخرين. خط الظهر اللي بيفصل جزء عن جزء. تاني؟ يا عم يلا. كل نقطة في مسقط، كل نقطة في مسقط عبارة عن خط في المسقطين الآخرين. في الخط الداش يعبر عن فراغ أو جزء مختفي. الخط الظاهر الذي يفصل جزء عن جزء في نفس المسقط يعبر عن اختلاف مستويات. خط الظهر الذي يفصل جزء عن جزء في نفس المسقط يعبر عن اختلاف مستويات. تعال ترجم الكلام ده عشان نتخيل شكل الجسم ده ازاي. يقول لي ده اللي بيغير ده البلاد. العرض 120، الحته دي 68، والحته دي هنقول بعدها كام دلوقتي؟ صح؟ يقول لي في البلان انت شايف في خط سلط بيفصل الجزء ده عندك، يبقى ده مستوى وده مستوى. ياكد لي الكلام ده منين؟ يقول لي وانت باصص من فوق النقطه دي مسقطه فين على محيط الدايره؟ يبقى الحته اللي هي الحته دي. يقول لي النقطه دي مسقطه فين؟ جاي خط داش، معناه ان الجزء ده مختلف بالنسبه لي او الخط ده مختلف بالنسبه لي. اهو ماشي يا شباب. بيقول لي النقطه دي مسقطه فين؟ هي الخط من اول الجسم لحد اخره. النقطه دي مسقطه فين؟ يبقى الخط من اول الجسم لاخره. الحته دي مسقطه محسوب من اول فين لفين؟ واللي من اول الخط الداش لحد تحت. يبقى الجزئيه بتاعت القاعده اللي تحت دي عباره عن ايه؟ عرض 120 وطوله 68 وتخانته اعتقد كام عندك في الكتاب؟ 17. صح؟ هذا الداش بيقول لي وانت باصص من هنا عشان تجيب الاليفيجن، بيقول لي وانت باصص لقيت الدايره دي مسقطه هنا داش، معناه ان في البليت ده كنت عامل ثقب من الاول وثقب منين؟ مش من الاخر. طيب ايه يا فوق ده؟ بيقول لي حاجه واصله من اول الخط ده لحد الخط ده، ما عنديش غير المستطيل ده. ده اللي بنسميه ايه؟ ويك او عصا ماسك الحيطه الرئيسيه مع القاعده. يعني القاعدة دي طالع منها حيطة رأسية كده ورحت مدعمها بحصى، في ثقب في آخر القاعدة من هنا وثقب في آخر القاعدة منين؟ من هنا. إيه الحتة اللي فوق؟ بيقول لي الحتة اللي فوق دي الحتة مسطحة من على السطح الفوقاني أهي، واخدة كفلشر من على الجنب، فيها ثقب بقطر كام؟ 17. يهمني في التجميع يا أولاد إن أنا أشوف الفراغات والمصر. ليه؟ لأن قاعدة التجميع بتقول إيه؟ كل جزئين قد بعض يدخلوا في بعض. مصمت قد فراغ يدخل فيه. مصمت قد الفراغ يدخل ايه؟ فيه. او الفراغ اكبر قليلا من المصمت. يعني لو عندي مسمار 18 يدخل في فراغ 19. انما ما تدخلش فراغ 39 يقع. احط المسمار من فوق يقع. صح؟ عندي فراغ 39 ومسمار 19، لو اتحط يعمل ايه؟ يقع. لما يبقى ده 19 وده 20 يدخل كده يا دوب. او ممكن ال 19 تدخل على ال 19 بالظبط. اهو ده قدر 19 وهو ال 19 تدخل فيه. زق خفيف، زق ايه بس هتدخل ايه؟ وهنعرف ايه موضوع الزق ده كمان شويه. ماشي؟ انما القاعده الاساسيه في التجميع بتقول يا شباب كل جزئين قد بعض مصمت قد فراغ يدخل فيه. انما ممكن الفراغ زي ما قلنا يكون اوسع قليلا في حدود الخلوص. تمام؟ انما اكبر من اللزوم لا ما يتجمعش معاه. فانا دلوقتي عرفت ان القاعده دي فيها فراغين
واحد 17 هنا 2 هول فاي كام؟ فاي 20 كام؟ 20 صح؟ ادي الجزء الاولاني انا عارف صح كده؟ نشوف الجزء الثاني. فين الجزء الثاني اللي بالصفحه اللي وراه؟ اسمه ايه؟ اسمه شرط. شفت انا اموت واخوك هذا اخوك الشفط مديك له مسقط واحد، وممكن في بعض الاجسام اديك فيها مسقط واحد اللي هي الاجسام الدورانيه. يعني لو اديتك اسطوانه زي دي ورحت كده بالك مستطيل ارتفاعه كذا وفاي 20، انت عاوز منه ايه تاني؟ عاوز ارسم لك تحت دايره؟ ما انت خلاص عرفت ان البودي ويت لك فاي، فاي يعني ايه؟ دايره. دايره خلاص عرفت ان الكروس سكشن ده دايره. صح؟ هذا العمود كده. العمود ده متقسم لكام حته؟ بص على العمود كده بيقول لي له راس من فوق فاي 70. فاي يعني ايه؟ اسطوانه. فاي يعني اسطوانه. صح؟ يعني في راس من فوق كده قطرها 70، تخانتها كام؟ ها؟ 112 ناقص 50 زائد 44 تديك التخان. نازل من الراس الكبيره دي جزء تاني بفاي كام؟ 35. يعني القرص ده طالع منه حته اسطوانه كده فاي 35. نازل من هذا ال 35 جزء تاني مكتوب عليه من تحت ام كام؟ لا خليها ام 16. مفيش في الاستاندرد ام 17 دي غلطه كتابه. خليها ام كام؟ 16. تمام؟ تمام؟ نازل منه جزء ام يعني معناه ايه؟ مترك سريد. المترك سريد او السريد بتعمل على جزء مربع ولازم يكون جزء مدور؟ مدور. يبقى عايزك ان العمود نازل بقطر 16 ورحت مقلوز الحته اللي في الاول ام. خلاص؟ يبقى الشافت ده عامل ازاي؟ قطر 70 من فوق نازل منه 35 ونازل منه جزء كام؟ 16 متقلوز من نهايته ام 16. تخيلناه؟ تاخد بالك من المصمت ان في عندك قطر 35 مصمت وفي قطر 16 مصمت. صح؟ يعني ال 16 ده ممكن يدخل في هول 16 وال 35 ممكن يدخل في هول كام؟ 35. صح؟ هنقلب بقى الصفحتين اللي بعدهم دول المتبدلين 4 على 5 و5 على 5 اللي وراهم دول بتاع التمرين الثاني، اكتب عليه بي 2. يعني الصفحه دي اكتب عليها بي 2، يعني البراكت 2 او قلت البراكت 2 تبقى ايام الدائره ونص البراكت 2 اللي هي بتاع التمرين اللي وراه الراكتين المتبدلين. تمام؟ ماشي؟ ماشي كده؟ اقلب بقى البراكت 2 ده هتلاقي فيه صفحه مكتوب عليها براكت 2، الصفحه دي تبعها. يعني الصفحه دي تبع التمرين نون الثاني. اخر صفحه في التمرين الثاني، اخر صفحه في التمرين الثاني اقلب بقى معايا كده. اخر صفحه اللي في التمرين الثاني اللي مكتوب عليها 4 على 5 برضه اللي هي البولي دي اهي اهي شفتها؟ البولي دي واللي وراها دول بقى بتوع التمرين نون الاول. يعني الصفحتين اتقلبوا في التجليد بس. ماشي؟ نعم نعم يا حاج. مش فاهم تاني. صفحه 4 على 5 الاولانيه و5 على 5 الاولانيه اللي احنا قلبناهم في الاول دول دول بتوع المساله الثانيه، والصفحه الاخيره اللي احنا جبناها دي هي بتاع المساله نين الاولانيه. الورقتين اتبدلوا في التجليده بس. تعال بقى نشوف الجزء رقم اللي هو موجود في الصفحه 4 على 5 الاخيره، الرسمه اللي جنبها السكشن اي اي دي اللي اسمها البولي، يعني الطاره. يعني ايه الطاره او الطنبوره؟ الطاره دي شكلها عامل ازاي؟ مش ما كانش لازمني المسقط اللي جنبها بتاع الدوائر نهائي. بص كده في المسقط اللي واخد فيه سكشن بيقول لك القطر البراني فاي 104، يعني دي عباره عن قرص كده. قرص قطره البراني كام؟ 104. القرص ده رحت جاي عامل فيه تجويف في النص، تجويف اهو، تجويف اهو، ورحت كاتب لك على التجويف ده كام؟ فاي كام؟ لا التجويف فاني مش الجواني، فاي 84. صح؟ يعني قرص كده، القرص اهو، قرص من هنا وقرص من هنا وبينهم اسطوانه مصمطه بقطر 84. صح؟ كل ده رحت جاي مديله ثقب من الداخل بقطر كام؟ 50. يبقى في عندي في البولي قطر كام من جوه فراغ؟
50 اخد بالك من الارقام عشان اعرف اجمع. طيب العرض بتاع البولي كام؟ خلي بالك برضو من العرض، ما هو المصمم. العرض بتاع البولي 28 زائد 8 يبقى 36. اقلب بقى الصفحه اللي وراها كده. دي بيسموها البوش يعني جلبك. بوش يعني ايه؟ من جورج بوش. خلي بالك بوش، وفي ناس بتقول لك باش، انجليزي فرنساوي يا مسعد ولا مرسي ما نعرفش. بوش دي يعني جلبك. الجلب غالبا الجلب بتدخل جوه فراغات. يعني هي حاجه مصمطه بتدخل فين؟ جوه فراغات عشان تقلل الفريكشن ما بين جزئين بيلفوا على بعض. عشان تاخد بالك من الفانكشن بتاعتها. الجلب جزء مصمت تعمل من نحاس، من ليد، من دين، من اي حاجه، بتدخل جوه فراغ بتاع جزء مصمت عشان يدخل جواها جزء مصمت تاني. ليه؟ فايدتها تقليل الاحتكاك. فايدتها تقليل ايه؟ الاحتكاك. البوش دي ابعادها كام؟ بص كده البوش دي شكلها عامل كده. الجزء رقم 2 العمود اللي فيه القطر 35
ده الجزء رقم 2. احنا دلوقتي عندنا التيبل فيه اربع اجزاء، البراكت والشافت والبولي والبوش، صح؟ ادي البراكت وادي البولي وادي البوش، فاضل الشافت. الشافت ده اللي شكله عامل ازاي؟ يقول له راس 70 نازل على قطر كام؟ 35 ونازل منها قطر ام 16 متقلوص. طيب هو انا عندي هنا في هول 35 ولا هول 70 ولا هول 16 او اكتر؟ 35. مش عندي هول 35؟ يبقى هجيب العمود الشافت اهو، الشافت ده واقوم ادخله من هنا، ادخله من هنا اهو. دخل الشافت ازاي؟ واحد يقول لي طب ما انت ممكن تقلبه من اليمه الثانيه. اه ممكن اقلبه. ايه اللي هيحوشني؟ انا ممكن اجيب الشافت ادخله من هنا 35 والراس بتاعته تقعد هنا، مش ده احتمال؟ وممكن اجيب الشافت ادخله من هنا كده اهو. حد شاف نزله ولا مش باين؟ مش باين. اجيب قلم احمر روح بتاع الجزء 35 هتلاقيه كام؟